الترقية وتطوير قطاع المناجم في الجزائر وجعله أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية تطوير الاقتصاد الوطني عبر دعم مختلف الفاعلين والمستثمرين. الدولة راهي تمد أهمية كبيرة لقطاع المناجم من خلال المشاريع الكبرى المنجزة اللي عندها أهمية كبيرة للاقتصاد، ونحن كمعهد رانا نساهم في تكوين الكفاءات الجزائرية 100%. نقوم بإنجاز برنامج مكون من 26 مشروع عبر كامل التراب الوطني، ونسعى عبر هذا البرنامج لتحقيق الاكتفاء في المادة الأولية الداخلة في الصناعات الاستراتيجية الوطنية، وكذا توجه إلى السوق العالمية. تعزيز فرص التعاون والشراكة وتبادل الخبرات والتجارب من خلال تطوير شراكات استراتيجية بين الشركات الجزائرية ونظيرتها الأجنبية. الجزائر سوق واعدة، ونحن جد سعيدون بتواجدنا هنا من أجل تبادل الخبرات والتجارب مع شركائنا الجزائريين. نحن في شراكة مع مؤسسة جزائرية منذ عام 2012، ونطمح إلى تعزيز علاقتنا مع المؤسسات الجزائرية. اخترنا الجزائر لأننا نراها سوقا واعدة ومهمة. بالنسبة إلينا هي السوق رقم واحد في إفريقيا. قطاع المناجم في الجزائر يسخر بإمكانية طبيعية معتبرة وطاقات بشرية تؤهله لأن يلعب دورا محوريا في تحقيق التنمية الاقتصادية.